انت ايدك ساعه ليه كده؟ قول لي انا كبير، انت عاوز ايه؟ قبل ما تسالني عايز ايه اسالني هدفع لك كام. انا هدفع لك 20 باكو زي دول. كام؟ 200,000 دولار، يعني 1,000,000 شيكل. راشيل اهو فاتين 40 بي 5 يمين بلي حفشة دي باركة شيخ قد ايش انا ربيت اتعسوكا هيوم لما رقاشة قطلوا ليفانت زوت جافر تشتيق تزيد افتحي لي الشنطة. ايه رأيك؟ حلوين. ملس عليهم بإيدك كده. شوف ازاي. انت لو عملت اللي انا هطلبه منك هتروح بالشنطة دي. اسمع يا فادية، انا راجل ماليش في السياسة. قام دول عمالين بيضربوا في دول، ودول بيعملوا اجتماع عشان يخسروا دول، يوم دول بقى يعملوا اجتماع قمة عشان يخوفوا دول، واللي زي وزيك مطحونين ولهمش دعوة بأي حاجة، قاعدين بنتفرج، واللي ما خشش الليلة دي يخبط خبطة صح يبقى حمار. انت حمار يا فادي؟ لا يا نجمي أنا مش حمار. وأنا عارف إنك أنت مش حمار عشان كده كلمتك. أنا عايز 8 أنفار إسرائيليين منهم واحدة بنت هيشتغلوا شغلانة ما تزيدش عن أسبوع، أكل شرب نوم، وكل واحد هياخد باكو في اليوم. إيه رأيك؟ موجودين، أجيبهم لك دلوقتي حالا بالتليفون. بس هيشتغلوا إيه؟ أسرة. إيه؟ أسرة. أنا عارف أفهمك الموضوع، بس اصحى معايا. الجماعة بتوع المقاومة اللبنانية أعلنوا إنهم أسروا 8 عساكر إسرائيليين. أنا سمعت دفع؟ آه. إسرائيل هددت. قالت أنا عايز العساكر بتوعي. مظبوط مستر ناجي. طيب، الليلة دي بقى كلها آخرتها إيه؟ وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه هيعلن الحرب. أنتوا لا هتحاربوا ولا هتنيلوا. اسمع كلام اللي بقولك عليه. بعد يومين أنتوا جايلكوا وزيرة الخارجية الأمريكية. هتقعد وهتتكلم. الناس لابسة بدل وجرافطات، رايحين جايين قدام الكاميرات، وفي النهاية هيحصل إيه؟ تبادل أسرى. أنتوا تاخدوا الناس بتوعكم وهم ياخدوا الناس بتوعهم. وخالته وخالتك وتفرقوا الخلاف. طب وانت عايز الـ8 دول تعمل بيهم ايه؟ ما تصحى معايا امال. انا احب اللي يتكلم معايا يبقى فاهم. بص ما اقول لك. لا دول اثروا حد ولا دول اتاثر منهم حد. والاتنين بيلعبوا على بعض وعلينا. انا عملت ايه؟ دخلت اللعبه دي. هطلع لي برشين واخويا وفاديه يطلع له 200,000 دولار. أنا كان ممكن أشتغلها قطاعي وأتفق مع كل واحد لوحده. آه، وأطلع أنا بالغلة كلها. بس قلت أديها لك مقاولة. أنت تجيب الناس وتتفق معاهم وتخلص. وربنا يبارك لك في الـ200,000. قلت إيه؟ بس دي لعبة كبيرة أوي مستر ناجي. أنا عمري ما ألعب لعبة صغير. بقول لك إيه؟ لو مش قد الحكاية ولا أكني قلت لك حاجة. نالا ايه ده؟ ده انت طلعت سرك باتا محترف. امال ناجي باشا جايبني ليه؟ ما هو بيدي العيش لخبازه. بس ناجي بيتاخر جوه قوي. ما يتاخر، احنا ورانا حاجه. انت زهقتي مني ولا ايه؟ لا مش مشكله زهق، بس مش عايزه تاكلي حاجه؟ لا ميرسي يا ابراهيم مش عايزه. يبقى اجيب لك ايس كريم. ايس كريم؟ هو ده وقته يا ابراهيم؟ ايه المشكله؟ ده انا اول مره اعزمك على حاجه. ده الراجل اهو، انا هروح اجيب. عايزه شوكولاته ولا مانجا؟
اللي انت عاوز. يالدن هلتا زوزي وشي تقبلي كدور براش بترامي عيد كدايخ لا ده هي متسلكه وسهله النهارده بعون الله. بص يا دينا جبنا اتنين من غير حاجه، ربك لما يريد. استعانوا على الشقه بالله. والناس اللي هجيبها دي اقول لهم ايه؟ ولا تقول ولا تعيد، انت تسلمهم لي على الحدود وانا هروقهم. طب ما تهز شويه السعر يا مستر ناجي، انا هاخد على الراس 35000 دولار، يعني كله 280000 دولار. العمليه كده تبقى خسرانه. بلاش منها خالص، بلاش من الحكايه دي. انا عايزك تربي زبون. الله، انت هتقفلي ليه من اولها؟ وبعدين انا رايح جاي على الخط، يعني لو عملنا لنا في السنه 200 300 اسير هتبقى تعشي تبارك الله فيما لازم. يا باشا اتاخرت علينا. وفاد يا أقدم لك الكابتن إبراهيموفيتش من قوات حفظ السلام معانا في الشغلانة دي. خليهم ستة بس يا باشا، في اتنين خلصنا معاهم بره بألفين دولار. شفت الطمع بتاعك؟ هيضيع الشغلانة منك. لا 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 لا، أنا هجيب لك التمانية دلوقتي حل وبالتليفون. طب والاتنين اللي اتفقنا معاهم يا باشا؟ ها؟ يعني بص اسمع، راضيهم بأي حاجة ومشيهم. احنا خلاص اتفقنا مع عمك وفادية وعجب لنا التمانية، واحنا ناس ما بنرجعش في كلامهم. ماشي. بس اسمعوا فادية، انا عايز العيال اللي هتجيبهم تكون لابسين لبس الجيش الاسرائيلي. بس احنا ما اتفقناش على اللبس يا مستر ناجي. انت عارف تمن اوفرولات بتمن جزم يعملوا كام؟ يا سيدي ما جاتش على دي، خليها عندنا. بس اسمع، انا عايز العيال اللي هتجيبهم يبقى شكلهم اسرى اسرى، يعني اللي يشوفهم يقول دول اسرى على طول. ها احنا لازم نشتغل بما ورد الله، يعني معروف. ياه اهلا يا جمال. اقعد اقعد. قد ايه نفسي اشوفك من زمان، بس الحمد لله الظروف جت اهي. امرني يا فندم. عجبني موقفك قوي لما رحت اسرائيل. هو موقف عاطفي شويه يا جمال، بس انا دايما احب الناس اللي بتتصرف بإحساسها. والله يا فندم أنا عملت اللي أنا مقتنع بيه سعادتك. أنا عارف إنك كنت ساكن قدام ناجي عطلة في تل أبيب، وكنتوا قريبين قوي من بعض. والله يا فندم إحنا ما كناش قريبين من بعض أبدا، بالعكس إحنا كنا على خلاف على طول. أنا عارف، بس يعني أنا عايز أعرف المدة البسيطة اللي قعدتوها مع بعض إيه رأيك فيه؟ والله يا فندم هو يعني هو شخص محير جدا. أنا شفت الإسرائيليين وهم بيتعاملوا معاه كأنه واحد منهم، بيحبوه جدا وهو واخد عليهم قوي. ما استغربتش بالحكاية دي أبدا؟ استغربت جدا يا فندم، وواجهته برأيي. قال لك إيه؟ يعني سعادتك قال لي كلام عام، يعني زي إن إحنا لازم نتعامل معاهم ولازم ندرسهم، يعني حاجات زي كده. أيوه. طب يا جمال أنا عايز أعرف إحساسك بمشاعره ناحيتهم. والله يا فندم انا ما اقدرش ااكد حاجه في المساله دي، بس يعني احساسي كده ان هو ما كانش بيحبهم ولا حاجه، كان بيمثل عليهم زي ما يكون كان ناوي على حاجه، او يمكن سعادتك انا اللي تمنيت انه يبقى كده. شوف يا جمال، ده ناجي عطا الله. فندم انا شفت الصوره قبل كده وجالي الاحساس ان هو طبعا، بس يعني
مش معقول يعني. كلنا قلنا كده. والله يا فندم يخلق من الشاب 40. تفتكر يا جمال ايه اكتر حاجه بيحبها ناجي عطا الله من عشرتك البسيطه معاه؟ الفلوس طبعا يا فندم. الفلوس. كده ما ينفعش يا ابو الكبات، انت ما حطيتش لقمه ببقك من الصبح، هديك الدواء ازاي انا بقى؟ سيبني يا فرج، سيبني في حالي الله يخليك. انا لا عايز اكل ولا اخد دواء. انا نفسي ربنا يريحني واموت. بعد الشر عليك يا كابتن، ان شاء الله الكابتن حسام هيرجع لك بالف سلامه. يعني هو شقيان ومتغرب عشان مين؟ عشانك انت يا كابتن، عشان توقف لنا على رجليك. اتفضل. كابتن حمدي، ألف ألف سلامة يا كابتن حمدي. يا مؤاخذة، مين حضرتك؟ إيش؟ أنت مش متذكرني؟ والله العظيم بزعل. أنا أخوك زياد. زياد يلي لعبنا مع بعض دورة الألعاب الأولمبية سنة الأربعة وسبعين. إي سنة الأربعة وسبعين، اتذكرت؟ اهلا استاذ زياد. اول ما عرفت انك مريض قلت اجي ازورك واسلم عليك. تشرب حاجه حضرتك؟ شاي، شاي زي زمان يا كابتن. هات شاي فرج للاستاذ. لازم تاكل الاول يا كابتن عشان تاخد الحقنه. رح ياكل، رح ياكل ما دام انا معاه، رح اكله غصب عنه. انت ما شفتش الكابتن زمان، كان يقعد على خروف يخلصه لحاله. مش كده يا كابتن؟ لا ايه، هات هات ايدك، ايدك يا كابتن زي زمان، ايدك. ايه. انا متاسف يا كابتن، انا اضطريت اكذب عشان التمرج كان واقف. أنا هذه أول مرة أشوفك فيها. أنا أخوك زياد عمار من غزة، وأنا جاي لك من طرف ابنك حسام. حسام؟ هو فين حسام؟ ها فين؟ ده أنا قلبي وكلني عليه. هو في غزة ولا فين؟ اطمئن اطمئن يا كابتن، ابنك بطل. أي ابنك بطل، وراح تضل تتذكره طول عمرك. حسام عايش ولا جراله حاجة؟ أرجوك ما تخبيش عليا، أرجوك يا أستاذ زياد، أرجوك. عايش وعايش منيح، ما تقلقش. وبعت لك معايا مبلغ من شان العملية يلي في ألمانيا. بعت لك 100,000 دولار، وحسام رح يرجع ونشوفك ماشي على رجليك. طب هو فين دلوقتي؟ هو في لبنان، جدد بعض الأمور أخرته، لكنه رح يرجع وعن قريب إن شاء الله. أنا شايفه بعناية لابس لبس الصهاينة وحزب الله مسكينه. حسام باع بلده يا أستاذ زياد، باع مصر. اوعى يا كابتن حمدي، اوعى تقول هيك، ما تظلمش ابنك. اللي عمله حسام بالصهاينة ما حدش عمله، وما أقدرش أقول لك أكتر من هيك. Thank you.
الراجل اللي انت ضربته ده يا ابراهيم؟ انا مش قال مش عايز عنف يا باشا. ده كان موجه المسدس ناحيه راسي، ولولا ابراهيم كان زمانه قتلني. انت بنت حلال مصفي، اول مره حد ينصفني في الرحله اللي احنا طالعينها دي. يا باشا انا كنت رايح اجيب ايس كريم. راح ايه؟ راح اجيب ايس كريم مانجا. ايس كريم؟ انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. ليه يا باشا؟ متنايلين طالعين على الحدود والدوريات رايحه جايه ورايحين نجيب اسرى اسرائيليين، وانت راح تجيب ايس كريم؟ يا باشا انا نفسي مره واحده تنصفني وتشهد ان انا طلعت واد كده. نفسي. ماذا؟ ايفو هني؟ مي اتيم؟ الله، لوسي كارمي. ازيك يا كارمي؟ هو ده اللي انت ضربته؟ والله انا حليل لك بقك يا ده ابراهيم. ازيك يا كارمي؟ ناجي عطا الله؟ انت تعرفه يا باشا؟ شوف الدنيا صغيره ازاي؟ اخر مره شفتك فيها على السي دي، ايه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني ادم. ده انت هتشوف ليله سودا. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله. انت عم تخطف ضابط بالشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، حوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك راف. انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه؟ لا مفيش داعي، ده أسير والمفروض يعامل معاملة الأسرة. إيه معاملة الأسرة؟ نديله على قفاه. تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدنهم الاصلي وقت الشدايد. يلي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه. بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر الامه العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش خليها مره ثانيه. تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بفلوس يعني بسرعه. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبلية شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعة وربع بالسيارة. الأوامر اللي اجتني من القيادة إني أمن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنا كنت قلقان عليكم أوي. الحمد لله إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. شكرا أوي يا حسين. انت بتعرفي ان انا كنت بطل مصر في الوثب الطويل، وكانت امنيتي طول عمري ان انا اخش الاولمبيات واخد ميداليه. بس انا بعد ما عرفتك يا نضال معنى البطوله نفسها اتغير في عينيا. انا اكتشفت ان في ناس عمرهم ما خدوا ميداليه ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعملها. دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الارض. اوباي، لو كنت معاك، لو كنت معاك يا ابراهيم ده كانت الدنيا اختلفت. ده انا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص، خبطه الروسيه دي ليها اصول، وانا الروسيات بتدرس عندنا في منشيه ناصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروعه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات، يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهام، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا. ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن. ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في ايه؟ بس ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟
انتوا فاكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المال مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كاتيان في نفسه كده وبيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ اه هو كاتيان في نفسه فعلا. والقصر دول هتعملوا معاهم ايه يا بسيط؟ اسرائيل طالب البدل ونحن معنا مانع. راح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانيه ب 500. شفت هلا قيمه العمل اللي عملته يا نجيب هيك؟ شوف كم عايز راح بتفرح فيه. طيب انا ليا طلب عندك يا بسيط. أمور يا نجيب هيك. في اسير بقاله 16 سنه معتقل في السجون الاسرائيليه. انا عايز الاسير ده بالذات يطلع المره دي. إذا كان بعده عايش؟ إن شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد من غزة. هو بقاله 16 سنة معتقل. إن شاء الله بيفرج عنه يا أخ ناجي. طيب ما قلتليش حنرجع مصر إزاي؟ كل شيء مرتب بالنسبة لإلكم. رح تطلعوا من هون على الشام، وبالشام رح بلاقيكم أخ من رجالنا اسمه أبو القاسم، وأصلكم على مصر سالمين آمنين. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع على طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ اي والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء اسرائيل منتشرين بكل الوطن العربي، وانتو صرتوا معروفين بالنسبه لاسرائيل، ولحتى يجيبوكم مستعدين يدفعوا اكثر بكثير من يلي اخذتوه منهم. ناجي عطا الله هو الزعيم بتاعهم، ده واضح بدون اي شك. كانوا مجندين معاه وهو بيخدم، لكن لما ساب السفارة هناك رجع مصر بسرعة ولمهم تاني. عشان كده في علامتين استفهام مش عارفين نلاقي لهم أي تفسير. الولاد دول راحوا إسرائيل ليه؟ وليه إسرائيل متمسكة بيهم قوي كده؟ طبعاً مش ممكن يكون عايز يجندهم في الجيش الإسرائيلي يا فندم. لا 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 استبعد الكلام ده خالص. الولاد دول نوايتهم ما تعملش الكلام ده ببساطة وفي الوقت القليل ده. كلهم عندهم مشاكل في حياتهم يا فندم. أنا عندي تقارير عن كل واحد فيهم ما توصلهمش النتيجة باللي أنت بتقوله. بالعكس أنا الأوقع بالنسبة لي إن الولاد دول اللي فجروا المبنى بتاع تل أبيب. بس لو كان كده يا فندم المفروض إن المقاومة اللبنانية تساعدهم مش تسلمهم. مين البيت دي؟ محدش عارف يجيب أخبارها؟ لسه يا فندم. شوفوا يا جماعة المفروض نظريا إن ناجي عطا الله واللي معاه ما خرجوش بره مصر، يبقى أكيد هيرجعوا مصر في أقرب فرصة. عملتوا إيه مع أهليهم؟ أقنعناهم سعادتك إن هم أشباه، وإن هم شغالين في موقع في شرم الشيخ تحت عينينا، وإنهم راجعين قريب قوي. واقتنعوا؟ سعادتك عارف المصريين ما بيقتنعوش بسهولة، وخصوصا الست ام عبد الجليل دي ست فظيعه يا فندم ملهاش حل. لولا الملامه كنت قلت لسعادتك تشغلها معانا. ست يا فندم ذكيه ذكاء خارق. ايوه وحمد المصري ابو حسام تقريبا عنده انهيار عصبي مش قادر يتملك اعصابه. طبعا انا حاولت اطمنه على قد ما قدرت. طبعا يا احمد مش محتاج اقول لك لازم مراقبه مشدده على اهاليهم عشان نقدر نوصل ليهم. الولاد دول لازم هيتصلوا بأهاليهم عشان يطمنوهم. هتوحشونا ابو حسين، بس احنا دايما هندعي لكم ان ربنا يوفقكم وينصركم. نحن اخوه يا اخ ناجي، وانتوا بالقلب على طول العمر، ما رح ننسى ابدا يلي عملتوه.
ايه ده يا ابو حسين؟ هيلا تموت اذا بتتفضل انس نضال واتنين بقلبه. بعيد الشر عنك. اذا حدا وقفكم على الطريق بتقولوا بس رايحين ندفن هالجد بالشام. وهيدا تصريح. هيدا تصريح بالدفن، تفضل. ابو القاسم مش هيستنانا على الحدود السوريه؟ لا، هو حاسسكم باوتيل بعيد عن عيون الناس، وهيدا عنوان الاوتيل. رح بتبيتوا الليله هونيك، وبكره الصبح بتروحوا طوالي على مصر ان شاء الله. طب دلوقتي احنا ما معناش اولاد، هنعمل ايه على الحدود السوريه؟ هيدي هويتكم. ما حدا بيقدر يوقفكم ابدا. رح بتمروا مثل ما تمر الشعره من العجينه. مش هيك بتقولوا بمصر؟ وهيدا تليفون. خليه معك، اذا صار معكم شيء بتحكيني. ونحن بعشر دقايق بنكون عندك. ربنا ما يحرمنا منك يا ابو حسين. يلا نضال. يا باشا، هو احنا ما رحناش مصر عن طريق لبنان ليه؟ ايه اللي يودينا سوريا؟ ما نقدرش نروح لبنان دلوقتي يا ابراهيم، الحاله هناك ما تطمنش. ازاي يا باشا الكلام ده؟ بلبنان دي زي الفل. ده انتوا ميه، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل في البلاد اللي جنبيكوا؟ ما تعرفوش ايه المشاكل اللي بتحصل في لبنان؟ يا باشا انا عارف ان في مشاكل في لبنان، حضرتك فاكرني منفصل عن المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ده لبنان مولع. والله برافو عليك يا ابراهيم، برافو عليك فعلا. ايه المشاكل بقى اللي تعرفها؟ هيفاء وهبي ورولا سعد رافعين على بعض قضايا ومقطعين بعض في المحاكم، اصل مدير اعمال هيفاء يا باشا سابها وراح اشتغل مع رولا. هي دي مشكله لبنان يا حيوان. مشكله لبنان ان فيها كذا طايفه. طايفه ازاي لا مؤاخذه يا باشا؟ مشكله لبنان ان دول واعيين مع دول، ودول مش طايقين دول. جم دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول. دول بقى جم اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول. دول يسكتوا؟ لا. يا سلام، اداب السياسه دي بحر. انت عارف يا باشا انا كنت اقعد قدام التلفزيون طول الله برسم وما فهمش حاجه خالص. بس عايز اسالك سؤال كده يا باشا لمؤاخذه، يعني قال ليه دول ما يوقفوش مع بعض لمؤاخذه قدام دول وقفه راجل واحد؟ والله يا عبد الجليل تلاقي اكتر واحد بيفهم فيكم. طلعتوا ميح. سيبك من دول سعادتك، خليك معايا. انا اقول يا باشا اقول اسرائيل بقى ايه اللي يهمها؟ ان دول
يقعوا مع دول ودول يقعوا مع دول كلهم يقعوا مع دول. ما هي الفرجة والتحزب دول يا نجيبيه هم آفة الأمة العربية والإسلامية جمعاء. علشان كده ما قدمناش غير إن الأمة العربية والإسلامية تكتف وقف ورا دول، ساعتها دول هيعملوا لنا مليون حساب. طب وهي سوريا دي فيها دول ولا فيها دول؟ سوريا ما فيهاش غير دول. إحنا لا لينا دعوة بدول ولا لينا دعوة بدول. أمال لينا دعوة بمين؟ بدول. آه. نهاية الطريق هنلاقي نقطة تفتيش لبنانية، في ناس مستنيانا هناك عارفين إن إحنا جايين. هما دول اللي هيعدونا من نقطة التفتيش السورية حوالي 2 كيلو. ودول يا باشا ما عندهمش دورة مية، لا مؤاخذة يعني أصل أنا محصور. إيه يا جحش أنت؟ في بنات معانا ما تنقي ملفظك. أمال عايز يقول إيه يعني؟ ما يقول عايز أخش التواليت. تواليت؟ وده يعرف يعني إيه تواليت؟ ده ما عندهمش حمام في بيتهم أساساً. أقف إبراهيم، أقف شوية. والمرة خلي النضال تفك عضلاته. انزل عبد الجليل ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. وانا يعني اللي حامل فيها امه انا هنزل افك يا باشا. فك ولا مكتور احسن؟ بس وانزل انزل. عن اذنك يا حسام اصل محصور. انت براحتك يا باشا. في مكان ليه يا رجاله؟ اتفضل يا باشا. واسع شويه شيخ حسن. ايه ده؟ شلالات نياجرا.